كتلة هوائية رطبة ساخنة على سطح أو على السطح، وكانت في المقابل كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، اصطدمت هاتين الكتلتين ببعضهما فأدى إلى التكاثر في السحب وأيضا في زوابع رعدية. لازال المنخفض الجوي الموجود على السطح لازال يؤثر على المناطق الليبية خلال هذا اليوم، خلال الأيام القليلة القادمة، بتقلبات جوية. أهم هذه التقلبات تكمن في ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق وانخفاضها على مناطق أخرى، كذلك تكاثر السحب وأحيانا مصحوبة بزوابع رعدية، أيضا رياح نشطة مثيرة للأتربة خاصة على المناطق الرملية والمناطق الصحراوية الجنوبية. مباشرة إلى خريطة توزيع السحب المتوقعة خلال هذا اليوم، أو من قبل ذلك ننتقل ونلقي نظرة على أجواء خريطة توزيع الضغط، والتي نلاحظ من خلالها أن المنخفض موجود على السطح يؤثر بشكل كبير على هذه المناطق بارتفاع في درجات الحرارة على الجنوب الغربي. ستصل درجة الحرارة في كل من سبها إلى أكثر من 40 درجة مئوية، كذلك الحال في مناطق سرت وجنوب سرت. هذه المناطق ستشهد خلال يوم غد وبعد غد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وكذلك في بعض من مناطق القريات وصولا إلى كل مناطق الجنوب، سواء كان الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي. هذه الكتلة الهوائية أو هذا المنخفض الصحراوي سيستمر على الأقل 3 أيام قادمة، وسيكون جالبا معه هواء ساخن على المنطقة الشرقية. بداية من يوم الثلاثاء والأربعاء سترتفع الحرارة بشكل كبير جدا على هذه المنطقة، لتسجل أكثر من 44 درجة في بعض المناطق جنوب جدادبية، كذلك في تزرب الكفرة السرير وصولا إلى جالو مرادة. كل هذه المناطق تشهد ارتفاع وملحوظ في درجات الحرارة، أيضا نشاط للرياح ومثيرة للأتربة في كل من سبها مرزق قطرون وصولا إلى غات. إذن التقلبات الجوية هي الأبرز، هي وأيضا السحب تتكاثر من حين إلى آخر على العديد من المناطق الغربية، سواء كان الجبلية أو حتى مدن الساحل، وخاصة المناطق الحدودية التي ستسبب في بعض الرخات الخفيفة من مطر خلال اليومين القادمين بإذن الله تعالى. إذن توقعاتنا بإذن الله ستكون على النحو التالي، وعلى المناطق أو نبدأ بحالة البحر على المناطق الممتدة من رأس الجدير حتى سرت. تتأثر أو يتأثر البحر بهذا المنخفض الصحراوي برياح تزداد سرعة وتزداد نشاطا خلال اليوم وخلال يوم الغد على كل هذه المنطقة، تصل سرعتها إلى 40 أو 50 كيلومتر في الساعة خاصة على سرت وكذلك بعض من مناطق الساحل، ليجعل ارتفاع الموج أكثر ارتفاعا يتجاوز المتر ويكون البحر قليل اضطراب. وهذا ما يجعلنا نعطي تحذير للإخوة المصطفين على هذه المنطقة والإخوة البحارة بأخذ الحيطة والحذر خلال يوم الغد وأيضا خلال هذه الليلة. كذلك والحال على الساحل الشرقي، الرياح نشطة وإن كانت أقل خلال يوم الغد. خلال اليومين القادمين يوم الثلاثاء والأربعاء ستزداد سرعة الرياح على البحر وعلى اليابسة، لتكون الأجواء مضطربة على هذه المنطقة بإذن الله تعالى. إذن التوقعات ونبدأها بالشمال الغربي الليبي الممتد من رأس جدير حتى سرت، تكون السماء صافية، تتكاثر السحب من حين إلى آخر. هذه السحب رعدية أحيانا خاصة على مناطق الجبل، جبل نفوسة تحديدا. أما درجات الحرارة فتتراوح على طرابلس وضواحيها ما بين 30 إلى 33 أو أقصى تقدير 34 درجة مئوية. ستكون الأجواء أيضا ساخنة في كل من بني وليد كذلك ترهونة، حيث لا تقل درجات الحرارة عن 35 وتصل في بعض المناطق إلى 40 درجة، وخاصة يوم الثلاثاء القادم. ستكون الأجواء أيضا ساخنة في كل من سبها غات وكذلك مرزق وصولا إلى القطرون، والتي درجات الحرارة فيها سترتفع إلى 44 أو 45 درجة على هذه المنطقة. كذلك الحال في غدامس الجنوب الشرقي الليبي، درجات الحرارة وكالعادة مرتفعة لا تقل عن 40 درجة في كل من الكفرة تزرب السيري والمناطق الأخرى وفي جالو أوجلا، كذلك في الجغبوب، والتي سترتفع بشكل ملحوظ بداية من الثلاثاء والأربعاء القادم. وهذا الارتفاع سيسود المنطقة الشمالية الشرقية أيضا الثلاثاء في جدابية، لتسجل أكثر من 44 درجة، نتوقع أن تصل إلى 47 درجة في جدابية يومي الثلاثاء والأربعاء. كذلك حتى الجبل الأخضر ستكون الحرارة مرتفعة ولا تقل عن 33 درجة أو ستتراوح من 33 إلى 35 درجة مئوية. إذن تقلبات جوية تشهدها المنطقة الليبية بداية بالغرب ثم تنتقل إلى الشرق خلال يوم الثلاثاء والأربعاء، وهذه التقلبات تكمن في تكاثر السحب في بعض الأحيان، وأحيانا تكون ماطرة وأحيانا تكون رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة على العديد من المناطق. ننتقل إلى المدينة المختارة والتي ستكون بإذن الله تعالى
من الغرب الليبي، حيث نتوقع أن تكون درجات الحرارة في هذه المنطقة، المنطقة الغربية، أن تصل درجة الحرارة في المنطقة الغربية خلال يوم غد أعلى درجة حرارة ستصل إليها في كل من سبها وكذلك المناطق المجاورة لها 40 درجة على الأقل، وستكون أدناها 24 درجة. سرعة الرياح ستكون نشطة مثيرة للأتربة 25 عقدة، أي ما يقارب 50 كيلومتر في الساعة. اتجاه الرياح سيكون جنوبي شرقي، وهذا ما يجعل درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع. حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية من حين إلى آخر.